كنا كنصوروا الكواليس تاع الحلقه كنا كنصوروا وجانا السيف الصمد بالتوفيق ان شاء الله السي سفيان السيف الصمد ان شاء الله جزيلا. مبادره رائعه وتستحق التشجيع وماشي كان جا منهم ولكن كنتمنى ان الشركات والمؤسسات يدعموا بحال هذه الانشطه هذه لانها ماشي انشطه مجرد ربحيه بالنسبه لهم هما كقناه ولكن أنشطة اللي كتعرف في المدينة وكتساهم حتى هي في التنمية ديال المدينة لأن المدينة خصها نوع من الرواج الإعلامي بحال الرواج الثقافي بحال الرواج الفني. إلا ما كانش بحال هاد المبادرة ديال الشباب اللي كيستهلكوا واحد الوقت وكيضيعوا واحد الوقت كبير باش مجهود كبير باش ينجحوا هاد المشروع هذا يعني ما كانش شي حاجة اللي غيتعرف بها المدينة ونتمنى أنه تكون يعني بعض الشركات الكبرى هنا في مدينة بركان أو المحلات التجارية اللي ممكن أنها حتى هي تساهم في هاد الهدايا وربما حتى هي ربما انا عندي فكره نقترحها للخوت انكم انتم تساهموا فيها وانها تكون الكسوه ديال العيد جائزه لليتامى عن طريق الاسئله يعني الانسان الى جاوب يقول له انا هذه الجائزه نقدمها لشي يتيم يعني نتمنى انها تكون هذه فكره ديال هاد 10 ايام الاواخر ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد الله يشافي كاع المرضى ديال المسلمين وخويا اليماني وخويا سفيان تحياتي لكم لا حول لا حبيبي لا حبيبي لا حبيبي. السلام عليكم خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من سلسله رمضانيه رمضان مع اليماني وسفيان في بركان. كما العاده في كل حلقه كنخرج للشارع البركاني وكنسولهم سؤال عنده علاقه مع اقليم مدينه بركان. في هذه الحلقه هذه ان شاء الله احنا كنتواجدوا في الشارع الرئيسي ديال المدينه شارع محمد الخامس. غادي نتوكلوا على الله وغادي نتمشوا في الشوارع وغادي نسولوا الناس واللي يقدر يجاوب على هذا السؤال هذا غادي يربح معنا واحد الجائزه قيمه ان شاء الله اللي هي المصحف الكريم. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا خوتي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع الحباب ديالكم مع الناس اللي كتعرفوهم الناس اللي كيعرفوا مدينه بركان وكما العاده حتى الناس اللي ما كيعرفوش مدينه بركان بارطاجيو معهم هذا الفيديو هذا باش يتعرفوا على مدينه بركان وقبائل بني زناسن ويعرفوا التاريخ ديال مدينه بركان. على بركة الله نخرج للشارع البركاني نكتشف الأسئلة وكذلك نكتشف الأجوبة. نتلقى في آخر الفيديو الإخوان. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم الكريم. أيوب. سي أيوب عواشر مبروكة. لا يبارك فيك. احنا كنديروا سلسلة رمضانية كنسولوا الناس في الشارع واللي جاوبنا كيربح معنا واحد الجائزة قيمة إن شاء الله. مرحبا أخويا. الله يحفظك. السؤال ديال الحلقة ديال اليوم هو غادي تقول لي احفر لاشمن قبيله كتنتمي للقبائل ديال بني زناس عطيني شي راي على كانت اختيارات راك عارف شحال كاين تاع القبائل تاع بني زناس؟ لا كاين اربعه ديال القبائل كاين بني وريمش وبني منقوش وبني عتيق وبني خالد انت هي غادي تختار لي احفر لمن كتنتمي من هاد القبائل هذه بني رويش بني وريش لا جواب غلط ماشي مشكل المهم هو المشاركة هو المشاركة شكرا لك على المشاركة ديالك معنا. السؤال ديال هذه الحلقة هذه القرية السياحية زكزل الأش من قبيلة من قبائل بني زناسن كتنتمي زكزل طرف زكزل زكزل لمن كتنتمي اش من قبيله كاين اربعه ديال القبائل ديال بني زناس كاين قبيله بني خالد قبيله بني منقوش قبيله بني عتيق وقبيله بني وريمش اش من قبيله كتنتمي زكزل قبيله بني عتيق زكزل لمن كتنتمي قبيله بني عتيق اسيدي مبروك عليك الجواب صحيح ان شاء الله باش كي حتى عرفتها ايوا عارفها انا ولدت فوغات في العداء ياك ولدت فوغات يعني عارف من لما زكزلت تندمي عارفها ولد المنطقه ولد المنطقه ايوا سيدي بصحتك هاي الجائزه ديالك شكرا الله يحفظك بالصحه والراحه. السؤال ديال الحلقه ديال اليوم كما الاسئله اللي سبقوا كاملين عندهم علاقه غير مدينه بركان. السؤال هو بني دران الاش من قبيله كينتمي من قبائل بني زناس الله يما راك عارف القبائل ديال بني زناس واش هما بعدا؟ لا العدد ديالهم عارفه؟ اربعه كاين اربعه ديال القبائل كاين بني منقوش بني وريمش وبني خالد وبني عتيق شفتي بني دران
اش من قبيله كتنتمي لهاد القبائل هاد؟ شفتي في كاع الفوتوشوب؟ والله ما عرفت. ما عندكش فكره؟ ما عنديش فكره اخو. ماشي مشكل. المهم المشاركه. هو المشاركه. وبعد اختار غير شي وحده بعدا في هاد القبائل. طيب ما نعرف. معليش اخويا، المهم هو المشاركه. شكرا لك على المشاركه ديالك معنا. السؤال ديال هذه الحلقه هذه القريه ديال الشويحيه. وا عرفت الشويحيه؟ وا الشويحيه نعرف. الاش من قبيله كتنتمي من قبائل بني زناس؟ كيفاش زعما سهل علينا الشويحيه اخويا؟ عارف عارف شحال كاين ديال القبائل ديال بني زناس؟ لا والله ما كاين. اربعه ديال القبائل. وا كاين قبيله بني خالد، كاين قبيلة بني منقوش، كاين قبيلة بني عتيق، وكاين قبيلة بني وريمش. كاين هادو ربعه ديال القبائل ديال بني زناس. يعني هاد من قبيلة تنتمي ليها؟ من كتنتمي؟ هذيك الرابعه بني ويش. كسميتها بني ويش؟ شكيت هذيك الرابعه حتى ربع عشر خو بركان. انا نكذب عليك. بني ويش واش عرفت بلي كتنتمي لبني وريمش؟ قمرت عليها صاحبي. نكذب عليك. واش هذا هي هذيك صحيحه؟ هذيك هي هذيك هي بصحتك. الله يحفظك اخ. الهديه ديالك. شكرا اخا. الله يحفظك. شكرا. بصحة والراحة بعد الهدية. الله يحفظك. رمضان مبارك، ونتمنى كل واحد يدخل عليه بالصحة والهنية، وعواشركم مبروكة، والله يسهل على الجميع. وشكرا للقناة نتاعنا. الله يحفظكم. بارك الله فيك. مرحبا. شكرا. نقول لكم رمضان مبارك سعيد، بالصحة والعافية. والعيد تبارك لهم تاني. العيد حتى هو بالصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. كنشكرهم المتابعة، وإن شاء الله حتى هما يفوتوا في هذه السلسلة الرمضانية. إن شاء الله يفوتوا في هذه السلسلة الرمضانية ويجاوبوا على الأسئلة الصحيحة. وعيد مبارك سعيد إن شاء الله. مبارك رمضان، مبارك العواشر، واش ما تمنيتوش الصحة؟ إن شاء الله. السؤال ديال الحلقة ديال اليوم كما موالفين عنده علاقة بإقليم بركان. غادي تقول لي أحفر الأشمل قبيلة كتنتمي من قبائل بني زناس اللي كاين. بني زناس أحفر. انت راك عارف قبائل بني زناس شحال كاين؟ لا. كاين اربعه ديال القبائل. كاين بني خالد، بني منقوش، وبني عتيق، وبني وريمش. غادي تقول لي احفر لاش من قبيله كتنتمي من هاد القبائل. بني وريمش. بني وريمش. لا بني وريمش. وا لا جواب غلط. شكرا. ماشي مشكل. المهم هو المشاركة. مشاركة مهم. مشاركة. رمضان كريم، دخلنا بالصحة والهنا، وعدكم مبروك. هادشي ما نقوله. شكرا. بهذا أخوتي نكون وصلنا للنهاية ديال الحلقة ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة ديال هذه الحلقة هذه، وتكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي عطيناهم في هذا الفيديو هذا. إخوان درك غادي نعطيكم الأجوبة ديال الأسئلة اللي طرحناهم في هذا الفيديو هذا. قرية الشويحية تابعة لقبيلة بني وريمش، والقرية السياحية زقزل تابعة لقبيلة بني عتيق، وبني دلار ومدينة أحفير تابعين لقبيلة بني خالد. هادو معلومات خوتي، يعني سجلوهم عندكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الأصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم، باش تعمل فائدة. شكرا للمشاهدة بالنسبة للناس اللي وصلوا للنهاية ديال الحلقة ديالنا ديال هذا النهار. بسلامة عليكم خوتي، حتى الحلقة المقبلة إن شاء الله. حسي اليماني؟ لا حسب إلا كان شي دواء واللور. إلا صافي مليح؟ واه بسم الله. يعني هاد القرية كتنتمي لهاد القبائل، قبيلة من هاد القبائل. سفيان تيبي تبارك الله عليك. الله يحفظك. يحفظك. بارك عليك. شكرا. الله يحفظك.